العنسي. أهلا بك أنور. مجموعة من التحديات الأمنية تواجه هذه الانتخابات، المؤشرات عليها كثيرة، مجموعة من التفجيرات حصلت اليوم في عدة محافظات في اليمن. برأيك كيف ستؤثر هذه التفجيرات والوضع الأمني على سير العملية الانتخابية؟ هل بالفعل هنالك تحضيرات يمكن أن تقف حائلا دون مزيد من التفجيرات؟ التصريحات الرسمية تؤكد أن الاستعدادات لإجراء هذه الانتخابات اكتملت ووفرت ضمانات لضمان سلامة سير العملية الانتخابية في كل محافظات البلاد تقريبا، رغم وجود مقاطعة شبه واسعة في محافظة صعدة شمالا ووجود تهديدات جدية بمنع إجراء هذه الانتخابات في بعض محافظات الجنوب. وزير الداخلية اليمني تحدث اليوم عن ذلك وقال أننا قد نضطر إلى استخدام القوة، قوة مكافحة الشغب، في حال حدثت بعض الاعتداءات على مراكز التصويت أو المراكز الانتخابية. ولكن في ضوء ما جرى خلال اليومين الماضيين، كثير من المراقبين يتوقع حدوث المزيد من الهجمات والاعتداءات على مراكز التصويت، وأتوقع كذلك أن نشهد كثير من محاولات التخويف والتأثير على الناخبين خصوصا في المحافظات الجنوبية وكذلك في محافظة صعدة. إضافة إلى أن هناك قطاع، لا أستطيع أن أقول أنه واسع، ولكن هناك قطاع من الشباب والمترددين الذين سيعزفون حتما على المشاركة في هذه الانتخابات، ولهم أسبابهم، يرون أنها انتخابات غير تنافسية وغير ديمقراطية، وأن هناك أموال كبيرة ستصرف. هل نتحدث في هذه الحالة عن الجنوب؟ والمعلوم بأن الحراك الجنوبي يدعو إلى مقاطعة هذه الانتخابات ويرفض هذه الانتخابات، أم أنك تتحدث حتى عن العاصمة صنعاء؟ هنالك مجموعة من الشباب من يعتبرون بأن هذه الانتخابات يعني ليست انتخابات حقيقية، انتخابات بمرشح واحد، ولن تؤدي إلا إلى زيادة تدخل الحزب الحاكم السابق، على اعتبار بأن المرشح لها هو من الحزب الحاكم السابق. الواضح أن غالبية المسجلين على لوائح الانتخابات ستشارك في هذه العملية، عملية الاقتراع غدا، وفق ما شاهدناه في تقارير الأنباء وتقارير المراسلين، وكذلك ما يبدو أيضا في بعض المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي. لكن هذا لا يعني أنه لا يوجد هناك من لا يرغب في المشاركة في هذه الانتخابات. هناك أيضا نسبة كبيرة من المترددين الذين لم يحسموا أمرهم، هل يشاركوا أم لا يشاركوا، لديهم الكثير من الأسئلة، ولا يبدو أن أحدا استطاع الرد على أسئلتهم. لنعرف أكثر عن